نروح لمباراة ايسترن كومباني والترسانة، واللي انتهت بفوز ايسترن كومباني بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط واحد. وأيضا كان لينا لقاءات ما بعد المباراة، خلينا نتابعها مع بعض. هو طبعا الحمد لله على المكسب، لكن فرقه محترمه، احنا عاملين فرقه في ايستر كامباني، فرقه محترمه وان شاء الله هتشوف حاجات احسن من كده كتير في الايام الجايه ان شاء الله. يعني المجموعه بتاعتنا مجموعه قويه جدا، اهلي وزمالك وبتروجيت وسموحه شاليه الدخان الترسانه، 6 فرق قويه جدا، يعني 6 فرق قويه فعلا، يعني عكس المجاميع التانية هتلاقيها أهدى من كده كتير. والله الحمد لله كانت مباراة قوية، الفرقتين بصراحة أدوا أداء ممتاز. احنا في أول الماتش طبعا كانت الأعصاب مشدودة، بس يعني الحمد لله قدرنا نسيطر على الموقف دوت، يعني الحمد لله. والله المنافسات الفترة الجاية ما يعني ما فيهاش زي ما بيقولوا، لازم الفرق كلها تنزل وتعمل اللي عليها وتأدي أداء قوي طبعا، لأن طبعا كل ماتش وليه حساباته يعني، فلازم إن شاء الله بإذن الله كل فرقة تنزل تعمل اللي عليها يعني. والله الحمد لله الماتش كان صعب، يعني الفرقتين قريبين من بعض، وميعاد الماتش بس كان بدري شوية، الساعة 2، مش متعودين نلعب في الوقت دوت، بس الحمد لله هم كانوا موفقين أكتر مننا. عندنا إصابات كتير في الفرقة، في 3 لعيبة مصابين، فده أثر علينا كلنا بالسلب يعني، بس لكن في الأول في الآخر يعني ده نصيب والحمد لله رب العالمين، ولسه إن شاء الله بإذن الله اللي جاي يعني نقدر نعوض، وعندنا فرصة يعني إن شاء الله بإذن الله.